ولنقاش الملف الليبي والمزيد من التفاصيل حول المبادرة الجزائرية للحل في ليبيا وتصريحات حكومة الوفاق عن اقتراب اقتحام سرت، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة طرابلس الليبية المحلل السياسي جمال عبد المطلب. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا أستاذتي الكريمة. أستاذ جمال، كيف يمكن تقييم المبادرة الجزائرية للحل في ليبيا وما أفق نجاحها؟ الحقيقة دولة الجزائر الشقيقة الجارة علاقاتها مع ليبيا علاقات متميزة بغض النظر عن المبادرة، علاقات لها تاريخ وجذور، وليبيا وقفت مع الجزائر في حربها ضد الاستعمار. حتى النساء الليبيات قبل البترول، قبل لا يطلع البترول في ليبيا، يعني باعن حليهن من اجل الجزائر ومن اجل، وبالتالي الجزائر تهمها ليبيا، وهناك قاطع اواصر قربة استراتيجيه امن كل شيء، وبالتالي اي عمل تقوم به الجزائر واي مبادره هي لها فائده للطرفين، للجزائر ولليبيا، هذا ابتداء. ولكن اود ان اقول بالرغم من ان موقف يعني كلام الرئيس الجزائري عن مساله انتقاده لمصر دون ان يشير اليها، مساله تسليح القبائل، نعم، تصريح السيسي، هذا التصريح السمج، عفوا نفس كلمه معمر القدافي وقف في اعلى مبنى في طرابلس عريق جدا اسمه السرايا الحمراء في ميدان الشهداء، وقال بالحرف الواحد نفس الكلمات، قال سافتح المخازن وساسلح القبائل وساترك ليبيا ونخلي ليبيا نار حمراء شمر. يعني نفس الكلام قال السيسي، قال بنسلح القبائل. اي قبائل؟ ليبيا 70% منها شباب. المجموعه التي ذهبت الى مصر، هذه المجموعه التي رايتموها في الطائره تهتك، لا يوجد واحد منهم قال تعيش ليبيا او تحيا ليبيا، تحيا مصر يحيا السيسي. هؤلاء ليسوا مشايخ قبائل ولا أعيان ولا مثقفين ولا مجتمع مدني ولا نخبة، هؤلاء مجموعة من المأجورين من شداد الآفاق من أتباع حفتر والسيسي، هذا ابتداء. نعم. نرجع مرة ثانية للمبادرة الجزائرية. المبادرة الجزائرية ما زال حكومة الوفاق تدرسها، وما زال هي ترحب بعلاقات جزائرية ممتازة، لكن أعتقد أن الموقف التونسي والموقف الجزائري يعني ما زال الرأي العام الليبي بشكل عام ما همش راضيين عن دور الجزائر وتونس، شايفيننا دور غير كافي، وما زال دور متردد ولا يحل ان يمسك العصا من المتصف، هذا امر غير مقبول. نعم. هناك يعني ان يسوي ما بين المعدي والمعتدى عليه، الهجوم على طرابلس، ما فيش يعني كلام واضح من الاخوه الجزائريين، والاخوه الجزائريين ايضا اشاروا الى كلمه مرفوضه الحقيقه، رفضت من حكومه الوفاق ومرفوضه من الشعب الليبي، وهي للقبائل الليبيه، ما فيش حاجه اسمها قبائل في ليبيا. ما فيش القصه قبائل، تنظيم اجتماعي وعلاقات اجتماعيه قديمه، ما عندناش مشيخه بالمعنى اللي موجود في الامارات او موجود في السعوديه او موجود في اليمن او نعم. ننتقل للجانب الميداني بعد تحدث حكومة الوفاق عن اقتحام وشيك لمدينة سرت، ما الأهمية الاستراتيجية لجبهة سرت للتوصل إلى حل مستقبلا؟ سيدتي الكريمة، أعتقد أن حكومة الوفاق الآن يعني صبرت ونفذ صبرها، وطلبت منها الشقيقة تركيا والحليفة أن تعطيه يعني فرصة للدبلوماسية، وبدأت وتواصل الأتراك مع الروس لكي يخرجوا الجنجاويد من وسط ليبيا من الجفرة ومن سرت ويوصلوا إلى حلول وسط، ولكن الروس يعاندون، والإماراتيين والمخابرات المصرية والجنجاويد عفوا. وبالتالي أعتقد أن حكومة الوفاق الآن ترتب نفسها، والذي اخرها شيئين، التحرك، الشيء الاول اعطاء الدبلوماسيه وقت لتفادي الصدام والحرب، والشيء الثاني
ترتيبات لمسألة الدفاع الجوي لحماية قواتها من وسمائها من الطيران الروسي والطيران المصري، والتنسيق مع الحليف والشقيق الحليف القوي والوفي الشقيقة تركيا. وأعتقد أن المسألة الآن الأمر حسم، والمسألة مسألة وقت، وأن حكومة الوفاق عازمة على تحرير سرت والمواني النفطية والجوفة. شكرا جزيلا لك جمال عبد المطلب المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة طرابلس الليبية.